اكيد نقطه عمليه جيده جدا، مش بس صلاح ونوري وقنيدي واخوتنا الكرام اللي ما راينا منهم بخصوص الان مجلس الامن، وربما هذا كلهم حتى نوري على قائمه وهذاك والغرق كله وثيقه جيده جدا، او حتى وثائق منفصله، واحده لنوري واحده لكذا واحده لقنيدي واحده للشركسي ولا لا. هذه حاجه. الحاجه الاخرى، لابد من جماعه اتصال وتواصل دولي، جماعه تمثل الثوار، اتصال وتواصل دولي، وشكله حزب الثوار، شكله بكره منطلق في كتله، في تكتل جديد، في حزب جديد، في شيء ثاني. اخر جمله، اخر جمله، الاخوه الكرام، الثوار 17 فبراير ولا لا، لا تستاذنوا من احد لخدمه وطنكم، حطوكم على قوائم، حطوكم انظروا وين، استمروا في نشكرك دكتور فتحي.